كما ترون هذه الآلة الرائعة للحام وكيف يقوم هذا الشخص باستخدامها. تبدو أداة رائعة جدا، فهي تستخدم لإذابة الحديد وإلساقه ببعضه البعض بهذا الشكل. فكما ترون الحرفية العالية باستخدامها، وكيف هنا يقوم العامل بتدويرها بهذا الشكل حتى يحصل على نتيجة جيدة في اللحام. إنها أداة قوية ورائعة جدا، وتقوم بإلساق الحديد ببعضه جليا. انظروا إلى النتائج المرضية التي يحصل عليها هنا. هنا وكما ترون آلة اللحام هذه أو آلة الإذابة تقوم بإذابة هذا السيخ الحديدي الصغير حتى ينزل بنتوءات صغيرة على هذه الدائرة الحديدية. انظروا إلى الطريقة المستخدمة في اللحام هنا، تبدو طريقة صعبة ولكنها تحتاج إلى فن. كما ترون آلة اللحام التي تعمل بالليزر هذه وبواسطة هذا السيخ المعدني الذي يقوم هذا الشخص بإذابته على هذه النتوءات ليقوم بلحامها وتعديل هذه القطعة الحديدية. انظروا إلى السهولة باستخدامها لتعبئة الفراغات ولحامها بسهولة ويسر. تحتاج أيضا إلى أشخاص محترفين للتعامل معها، فهي آلة حديثة ورائعة جدا. يمكنكم هنا التعرف على أدوات اللحام المميزة. كما ترون هنا أداة لحام الشوش تايم الرائعة والتي تقوم باللحام بدقة متناهية. بالبداية يقوم بوضع نقاط، ثم يقوم بتوصيلها بهذا الشكل عبر هذا اللاحم السريع. إنها أداة لحام مميزة وتحتاج إلى محترفين بالطبع للعمل عليها. بعد أن يقوم باللحام يقوم بإزالة النتوءات بواسطة هذه الأداة. كما ترون هذه الطريقة الرائعة بإزالة أثار اللحام، فشاهدوا هنا هذا العامل يقوم بوضع هذه المادة على النتوءات بعد اللحام، وذلك حتى يقوم بإزالة الأثار المترتبة بعد اللحام وتوحيد الألوان الموجودة على هذه المعادن. انظروا إلى الطريقة السحرية باستخدام هذه المادة التي تقوم بإزالة جميع آثار اللحام من على هذه القطع المعدنية. الأمر يبدو كالسحر، ليس كذلك؟ هذه المادة تقوم بإزالة الأوساخ والألوان الموجودة حول نقاط اللحام. ترون هذا المقص الدوار بواسطة النار، فيمكنك توجيه اللهب بهذه الطريقة على زاوية 360 درجة حتى تقوم بالقص كاملا. وأيضا بواسطة آلة لحام الأسياخ هذه يمكنك تعبئة الفراغ بهذا الشكل. انظروا إلى الاحترافية في التعامل مع هذه الأدوات وهذه الطريقة في اللحام. إن آلة اللحام هذه يستعمل بها الأسياخ الخاصة والتي يتم اللحام بها، فشاهدوا للاحترافية العالية في استخدام هذه الأداة. كما ترون هنا طريقة اللحام لهذه الأنابيب الكبيرة. فكما ترون يمكنك مشاهدة طريقة اللحام هنا، إذ أنها تعمل على لحام 350 درجة في هذا الأنبوب الكبير. انظروا إلى قوة اللحام وكيف شكله بعد الانتهاء. إنه يعطي نتائج رائعة ومميزة حقا. وهنا العامل يقوم بواسطة هذه الأداة التي بيده بإذابة هذا السيخ الحديدي فوق هذا الأنبوب وتوصيل الدوائر ببعضها البعض. هنا ترون هذه الآلة المميزة والاحترافية للغاية والتي يقوم بواسطة هذا السيخ بتعبئتها من الداخل، ويستطيع لحامها بهذه الطريقة الاحترافية. فشاهدوا المهارة العالية باستخدام هذه الأداة.
كما ترون هذه الآلة والتي تقوم بلحام الأدوات الثقيلة. فكما تشاهدون طريقة لحامها القوية هذه، إنها تقوم بلحام مكائن كبيرة مثل هذه. انظروا إلى قوتها وطريقة استخدامها القوية. وكما تعلمون إن النظر لهذا الضوء على الطبيعة يؤثر جليا على العين، لذا عند الاقتراب والمشاهدة يمكنك أن تقوم بلبس نظارة. كما ترون آلة اللحام بالأسياخ هذه المميزة والرائعة جدا، إنها تتآكل مع هذا السيخ الحديدي الذي يذوب جليا وينزل على هذه الطبقة الحديدية حتى يقوم بلحامها مع بعضها البعض. انظروا إلى المهارة العالية التي يتمتع بها هذا العامل الذي يقوم باللحام، إنه محترف حقا. بالطبع يجب أن يكون اللحام قويا، وإلا سيؤدي إلى نتائج كارثية. كما ترون هذه الآلة التي تقوم باللحام بالضغط، آلة رائعة جدا. هذا القلم الكهربائي هو الذي يقوم باللحام عن طريق الليزر، فانظروا إلى هذه النقطة الحمراء التي تمر على هاتين القطعتين الحديديتين لتقوم بلحامهما بسرعة. كل ما عليك هو تحديد هذه النقاط، بعد ذلك تقوم بالمشي عليها بهذا الشكل وهي تقوم بوحدها باللحام. انظروا إلى سهولة التعامل مع هذه الآلة المميزة والرائعة للحام، كما أنها آلة قوية للغاية وليس مجرد لحام فقط، بل إنها تعطي نتائج قوية جدا. إنها آلة مبتكرة ويسهل استخدامها في كثير من الأحيان. انظروا إلى سهولتها وطريقة استخدامها الغير معقدة، ولكنها كما تعلمون تحتاج إلى محترفين. كما ترون أداة اللحام هذه والتي تقوم بإذابة الحديد على بعضه البعض بهذا الشكل، انظروا كيف يتم تمريرها بهذا الشكل حتى تقوم بلحام هذه القطعة الحديدية وتوصيلها ببعضها البعض. إنها أداة قوية للحام وتعطي نتائج مبهرة حقا. انظروا إلى القطع بين الحدائد وإلى هذه الآلة كيف تقوم بلحامه. إنها آلة قوية ومبتكرة حقا. كما ترون هذه الآلة التي يستخدمها هذا العامل بإلصاق هاتين القطعتين ببعضهما البعض، إنه احتراف عال باستخدام هذه الأدوات للحام. انظروا للاحترافية العالية التي يقوم بها هذا العامل، أو التي يستخدم بها هذه الآلة ليقوم بلحام هاتين القطعتين للسيارة. إنه محترف للغاية، فشاهدوا هذه الآلة للحام التي تقوم بوضع النقاط لإيصال الحدائد ببعضها البعض. إنه يقوم بلحامها نقطة بعد نقطة حتى لا تظهر عيوب اللحام. إنه محترف حقا في هذا المجال. إنها أدوات رائعة ومميزة وحرفية عالية باستخدامها. مهارة عالية من هذا العامل حقا. ترون هذا المقص الدوار بواسطة النار، فيمكنك توجيه اللهب بهذه الطريقة على زاوية 360 درجة حتى تقوم بالقص كاملا. وأيضا بواسطة آلة لحام الأسياخ هذه يمكنك تعبئة الفراغ بهذا الشكل. انظروا إلى الاحترافية في التعامل مع هذه الأدوات وهذه الطريقة في اللحام. إن آلة اللحام هذه يستعمل بها الأسياخ الخاصة والتي يتم اللحام بها، فشاهدوا للاحترافية العالية في استخدام هذه الأدوات.